بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة العاشرة من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر محاسبة الزكاة والضريبة في المستوى السابع محاسبة. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن بعض الأسئلة المتعلقة في جزئية الضريبة، وكذلك نقوم اليوم بالاستمرارية في تقديم أيضا بعض الأسئلة على هذه الجزئية المتعلقة في الضريبة، لنكمل ما توصلنا له في المحاضرة الماضية. طبعا ما زال ما في أحد دخل المحاضرة، يبدو في مشكلة، ما أعتقد. على كل نطرح الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة، لكن أستغرب عدم دخول أي طالب للآن. تمام، نبدأ بالأسئلة الحين ما يدخل الطلاب، الآن بدأوا الدخول. الربح التقديري في الخدمات الفنية والاستشارية وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين وكذلك المكاتب العامة يتم تقديره بنسبة ألف 20%، باء 15%، جيم 10%، دال 5%. طبعا أصحاب المهن الحرة الأطباء وغيرهم يعني يتم تقديره كنسبة 20% الربح التقديري. أيضا أتعاب الإدارة يتم تقدير الربح التقديري لأتعاب الإدارة في جميع الأحوال من الإيرادات 1020%، باء 75%، جيم 15%، دال 80%. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ تمام. أيضا الربح التقديري لفروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري العاملة في المملكة من إجمالي الدخل يشكل ألف 10%، باء 6%، جيم 5%، دال 20%. طبعا الربح التقديري يشكل نسبة 5% بالنسبة لشركات الخطوط الجوية ولشركات الشحن والنقل البري والبحري. شركة تمارس أعمال الإدارة وفق النظام السعودي إجمالي إيراداتها 100,000 ريال ولا تملك دفاتر منتظمة، الضريبة المستقطعة أو المستحقة عليها كما ذكرنا أن الربح التقديري يتم احتساب الربح التقديري أولا. طبعا بالنسبة لأتعاب الإدارة يتم احتساب الربح التقديري بنسبة 80%، إذا نضرب 100,000 ضرب 80% كم يساوي؟ 80,000 ريال. الآن هذا بالنسبة للربح التقديري، الآن نسبة الضريبة نضرب 80,000 ضرب 20%
مقدار نسبة الضريبة كم تساوي؟ 16,000 ريال، هذا مقدار الضريبة. إذا مقدار الربح التقديري 80,000 ومقدار الضريبة 16,000 ريال. أيضا الضريبة المقطوعة على الخدمات الفنية والاستشارية وإيجار وتذاكر طيران الشحن الجوي البحري، خدمات اتصالات هاتفية دولية، أقساط تأمين، أرباح موزعة تبلغ ألف 10%، باء 6%، جيم 5%، دال 20%. الإجابة الصحيحة هي جيم 5%. 5%. أيضا وفقا لأغراض نظام ضريبة الدخل في المملكة، يحق للمكلف ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة لمدة ألف 3 سنوات حد أقصى، باء مدة غير محدودة، جيم 5 سنوات، دال 10 سنوات. طبعا ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة لمدة غير محدودة المدة، أحد المكلف ترحيل هذه الخسائر. الشخص الذي يعمل في مجال الاستثمار للغاز الطبيعي يخضع للضريبة سواء كان سعودي أو غير سعودي، مقيم أو غير مقيم، هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ طبعا هذه العبارة صحيحة، اللي في مجال الغاز كما ذكرنا سابقا، نعم أحسنت يا مرام، كما يخضع للضريبة بغض النظر كان سعودي أو غير سعودي، مقيم أو غير مقيم. أيضا قد يكون السؤال بنمط آخر، الشخص الذي يعمل في مجال الاستثمار للغاز الطبيعي يعتبر مكلف بدفع الزكاة، العبارة صحيحة أم خطأ؟ طبعا هذه مرتبطة بالإجابة السابقة، نعم خطأ، لأن الشخص يخضع للضريبة في مجال الغاز الطبيعي. أيضا سؤال، تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا كانت منشأة وفقا لنظام الشركات السعودي، عبارة صحيحة أم خاطئة؟ نعم صحيح، أحسنت. أيضا إذا كانت الشركة منشأة وفقا لنظام الشركات السعودي فإن حصص الشركاء الغير سعوديين فيها لا تخضع للضريبة، صح أم خطأ؟ خطأ، نعم صحيح، أحسنت. أيضا سؤال، يخضع الشخص الغير مقيم الذي يحقق دخلا من مصادر في المملكة دون أن يكون له فيها منشأة دائمة لضريبة الاستقطاع إذا حصل على ألف أرباح رأس مالية ناتجة من التخلص من الأصول الثابتة، باء أتاوة أو ريع أو إيجار، جيم أرباح رأس مالية ناتجة عن التخلص من الأصول المتداولة، دال أرباح رأس مالية ناتجة عن التخلص من حصص في شركاء مقيمة في شركات من حصص في شركات مقيمة. نعم نعم صحيح، أحسنت، إجابة صحيحة، باء إذا حصل على أتاوة أو ريع أو إيجار. أيضا أقساط التأمين وإعادة التأمين لا تعتبر دخول تطبق في المملكة ولا تنطبق عليها الضريبة في حالة ألف إذا كان العين المؤمن عليها موجودة في المملكة، باء إذا كان المؤمن مقيما في المملكة، التأمين مرتبط بنشاط يمارس في المملكة أو يمارس في المملكة، إذا كان التأمين على أنشطة أو أخطار مرتبطة بنشاط يمارس خارج المملكة. طبعا لا، نعم دال، أحسنت يا مرام، إذا كان النشاط ليس في دخل خارج المملكة، إذا كان هذا الدخل مرتبط بنشاط خارج المملكة أو يمارس خارج المملكة. الأرباح التقديرية على الأتاوة والريع تبلغ 20%،
باء 80%، جيم 75%، دال 15%. نعم جيم، أحسنت، 75%. الضريبة المستقطعة على الأثاوة أو ريع تبلغ أو أي دفعات أخرى تحددها اللائحة لا تزيد عن 20%، 15%، 10%، دال 5%. الضريبة المستقطعة على الأثاوة أو الريع طبعا 15%، الضريبة المقطوعة. الضريبة المقطوعة على 5% من المبالغ المدفوعة من الأنشطة التالية ما عدا دفعات مقابل تذاكر طيران شحن جوي، دفعات مقابل خدمات هاتفية دولية، أتعاب الإدارة، دفعات مقابل شحن بحري. نعم أتعاب الإدارة. في عندنا سؤال أيضا، وقعت شركة الاتصالات السعودية بتاريخ 10/10/2014 عقدا مع شركة أريكسون للاتصالات وهي شركة غير مقيمة، وذلك لتقديم خدمات استشارية، وبلغت قيمة العقد 2 مليار ريال يسدد على دفعتين، الأولى بتاريخ 28/10/2014 وقدمت إقرارها وسددت في 22/11/2014، أيضا الثانية بتاريخ 18/11/2014 وتم استقطاعها وتوريدها والإقرار في 12/1/2015، وقد قامت الشركة السعودية بدفع تلك المبالغ واستقطاع الضريبة وتوريدها لمصلحة الزكاة والدخل. المطلوب حساب ضريبة الاستقطاع. طبعا هنا الضريبة المستقطعة على خدمات الاستشارية حددها النظام كما ذكرنا 5%. الآن وكما ذكر النظام ذكر أن على شركة الاتصالات تقديم الإقرار خلال 120 يوم من انتهاء السنة المالية، وكذلك أعطى مهلة سداد 30 يوم من القسط الأول، وتم سداد المبلغ دون وجود أي تأخير في المبلغ الأول في القسط الأول، لأن القسط الأول كما ذكر لي في السؤال الدفعة الأولى كانت 28/10 وسددت في 22/11، وبالتالي لا يوجد فيها غرامات تأخير. فالضريبة المستحقة عندنا 2 مليار كما ذكر السؤال، قيمة العقد الاستشاري 2 مليار، إذن الدفعة الأولى عندنا 1 مليار، مليار هو عبارة عن 1000 مليون، تمام، ضرب 5% الذي يساوي 50,000 ريال، 50 مليون. الضريبة طبعا المستحقة على الدفعة الأولى كما ذكرنا 50 مليون. الآن الضريبة المستحقة على الدفعة الثانية عندنا أيضا 50 مليون، ولكن الدفعة الثانية كما تلاحظون أن هناك غرامة تأخير فيها. الدفعة الثانية 50 مليون، لكن فيها غرامة تأخير، تأخرت، وبالتالي تحسب غرامة التأخير 1%، لأنها تأخرت 30 يوم عن الموعد، وبالتالي نضرب حتى نحسب غرامة التأخير، تساوي 1%. من الضريبة
وتساوي نضرب 50 مليون ضرب 1% التي تساوي 500 ألف. إذن الضريبة اللي تكون مردة مجموع الضريبة اللي هي القسط الأول زائد القسط الثاني اللي هي 50 مليون زائد 50 مليون ثانية زائد اللي هي 50 ألف الغرامة. إذن سيكون الناتج 100 مليون و50 ألف ريال. هذه مقدار الضريبة اللي هي عبارة عن ضريبة الدفعة الأولى زائد ضريبة الدفعة الثانية زائد غرامة التأخير. واضح هذا السؤال؟ أيضا نسبة الضريبة المقطوعة 20% من المبالغ المدفوعة عن الأنشطة التالية: ألف دفعات مقابل شحن بحري، باء دفعات مقابل خدمات اتصالات دولية، جيم دفعات مقابل تذاكر الطيران، دال إدارة السفن. نعم أحسنت يا مرة، إدارة السفن صحيح، جواب صحيح. وقعت شركة الاتصالات السعودية بالتاريخ 10/10/2014 عقدا مع شركة أريكسون لتقديم خدمات استشارية، وبلغت قيمة 9 مليون ريال، فتكون الضريبة المقطوعة، طبعا الضريبة المقطوعة كما ذكرنا هي 5%، 5%، وبالتالي نضرب 9 مليون في 5%، استشارات، وتساوي 450 ألف. أيضا إحدى الشركات الأجنبية بدأت نشاطها بالمملكة في 1/8/1436، وقدمت إقرارها إلى مصلحة الزكاة والدخل عن تلك الفترة حتى نهاية العام في 30/12 بربح 30 ألف ريال، المطلوب حساب الضريبة المستحقة. طبعا بدأت نشاطها من 1/8 إلى 30/12، تلاحظون هنا فترة قصيرة، يتم احتساب الفترة القصيرة والفترة الطويلة. طبعا يتم تحويل ربح الفترة القصيرة إلى الربح السنوي من خلال ما يعرف بالربح السنوي الافتراضي عن الفترة القصيرة. الربح الافتراضي نستخرجه من المعادلة، الربح السنوي الافتراضي يساوي، طبعا عندنا الربح عن فترة من 1/8 لين 30/12، 8 9 10 11 12 5 شهور 30 ألف. إذن 30 ألف في 5 شهور تحققت 30 ألف، نقسمها على 5 شهور، تقسيم 5 شهور، بعد ذلك نضربها ضرب 12، عدد أيام أو عدد الأشهر السنة، والتي تساوي
72,000 ريال في السنة. إذا هذا الربح السنوي الافتراضي قسمنا على الفترة القصيرة ضربنا في 12 شهر اللي هي عدد أشهر السنة. الضريبة طبعا نضرب في 20%، الضريبة الربح الافتراضي ضريبة الربح السنوي الافتراضي تساوي 72,000 ضرب 20%، والتي تساوي 14,400 ريال. ضريبة الربح السنوي الافتراضي 72,000 في 20%. الآن على الفترة القصيرة الضريبة المستحقة على الفترة القصيرة، الضريبة المستحقة الفترة القصيرة تساوي، طبعا الفترة القصيرة اللي هي عبارة عن 5 أشهر. الآن نحسب 14,400 تقسيم 12 شهر حتى نحسب ضريبة الشهر الواحد، ثم نضربها في 5 في 5 أشهر التي تساوي 6,000 ريال. واضح هذا السؤال؟ واضح؟ تم، ممتاز. أيضا عندي سؤال، طبيب مصري يعمل كصاحب مهنة في المملكة توقف عن النشاط في 30/8/1436 وقد قدم إقراره يتضمن ربح 30,000 ريال المطلوب حساب الضريبة المستحقة بفرض حالتين، أنه قدم الإقرار في 28/10/1436 وأنه قدم الإقرار في 12/11/1436. إذن توقف عن النشاط، نضع البيانات هنا، توقف عن النشاط في تاريخ 30/8/1436. أيضا قدم ربح 130,000 ريال المطلوب طبعا بفرض أنه قدم الإقرار، قدم الإقرار بتاريخ 28/10/1436. إذا الحالة الأولى إذا قدم الإقرار في تاريخ 28/10/1436. الآن في هذه الحالة نحسب الربح السنوي عن الفترة القصيرة. لاحظ أن 28/10 قبل 60 يوم من تاريخ التوقف، متى توقف؟ توقف في تاريخ 30/8، قدمني الإقرار في 28/10 أي قبل 30 يوم، إذن ضمن المهلة قبل 60 يوم، عفوا قبل 60 يوم المهلة، وبالتالي قبل 60 يوم إذن ما في عندنا أي غرامات على هذا المبلغ في الحالة الأولى. فالآن نحسب الربح السنوي عن الفترة القصيرة، الربح السنوي عن الفترة القصيرة تساوي
طبعا في هذه الحالة أن الربح 130 ألف، 130 ألف تقسيم كم الفترة اللي قضاها من 1/1 إلى 30/8، 8 أشهر، تقسيم 8 أشهر ضرب 12 شهر اللي هو فترة السنة، إذن ويساوي 195 ألف ريال. هذا هو الربح الافتراضي. الآن الضريبة، الضريبة على الربح الافتراضي طبعا تساوي 195 ألف في 20% ضرب 20% وتساوي 39 ألف ريال. هاي الضريبة على الربح الافتراضي، ضربنا الربح الافتراضي في 20%. الآن نبغى نحسب الضريبة على الفترة القصيرة، نقسم نطلع مقدار الشهر الواحد ونقسم 39 ألف، إذا الضريبة على الفترة القصيرة تساوي 39 ألف تقسيم 12 ضرب 8 حتى نستخرج الفترة القصيرة، والتي تساوي 26 ألف ريال. هذه الفترة القصيرة اللي هي فترة ال18. هذا بالنسبة للحالة الأولى. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا قدم الإقرار، إذا قدم الإقرار في تاريخ 2/11، تاريخ 2/11/1436، إذن تلاحظون هنا حيكون عندي في تأخير، في تأخير أكثر من 60 يوم، وبالتالي هنا سيتم حسابه وفقا لنظام الضريبة. نظام الضريبة يقول إذا تأخر المكلف أكثر من 60 يوم يحاسب عن سنة كاملة، وبالإضافة يدفع ذلك غرامة التأخير، وبالتالي سنحاسبه عن مدة سنة كاملة وغرامة التأخير 10% من المبلغ المستحق، 10%. حسب النظام، وبالتالي هنا المبلغ 39 ألف في السنة، إذن يحاسب مقدار الزكاة، سوف يكون مقدار، عفوا، الضريبة سيكون 39 ألف. ونضرب حتى نطلع نستخرج الغرامة، نستخرج 39 ألف في 10% التي تساوي 3900 مقدار الغرامة، إذن غرامة التأخير، يعني سيدفع 39 ألف زائدا بالإضافة لها 3900، يعني حيدفع 42 ألف وتسعمية، نعم، الضريبة زائد الغرامة. واضح هذا السؤال؟ واضح؟ تمام، ممتاز. أيضا نستكمل الأسئلة. مكتب أو مكلف عفوا أجنبي بدأ نشاطه في المملكة في 1/9، وطلب أن تكون سنته الضريبية في بداية محرم، وأن تتم محاسبته عن السنة الأولى
نهاية ذي الحجة 1436، يعني لمدة 16 شهر، وكان ربحه كالتالي: من 1/9/1435 لين 30/12/35 65,000، من 1/1436 لين 30/8/1436 100,000، من 1/9/1436 حتى نهاية 30/12/1436 60,000 ريال المطلوب حساب الضريبة المستحقة والفروقات. طبعا الآن الضريبة من 1/9 لين 30/8/1436 اللي هي مدة سنة هي عبارة عن أرباح هذه الفترة اللي هي 100 زائدا 65,000. إذن نحسب هنا الضريبة من 1/9/1435 إلى 30/8/1436 تساوي 100,000 زائدا 65,000 وتساوي 165,000. إذن هذه للفترة من 1/8 إلى 12 شهر الأولى 165,000 جمعناهم جمع، وبالتالي الضريبة المستحقة هي 165,000 ضرب 12%، نضرب هذا المبلغ 165,000 ضرب 20% عفوا نسبة الضريبة تساوي 33,000 مقدار الضريبة. الآن هذا مقدار 12 شهر سنة. الآن لو بغينا نحسب 16 شهر، يعني من 1/9/1435 إلين 30/12/1436 الفترة هذه اللي تساوي 16 شهر 1/9 إلى 30/12. الآن نجمع أرباح الفترة الطويلة. أول خطوة نحسب أرباح الفترة الطويلة، والتي تساوي 65,000 زائدا 100,000 زائدا 60,000 وتساوي أرباح الفترة الطويلة 225,000. هذه أرباح 16 شهر جمعناها. الآن نضرب الضريبة المستحقة عن هذه الفترة نضربها في 20%، ضريبة 16 شهر تساوي 225,000 ضرب 20% نسبة الضريبة، والتي تساوي 45,000 ريال. هذه ضريبة 16 شهر.
الآن كما ذكرنا، الآن نحسب ضريبة 12 شهر. لأن ذكر لي في السؤال الضريبة المستحقة والفروقات، وبالتالي الضريبة التي تدفع على هذا المبلغ عند تقديم إقراره هي 45,000، هذه مسددة من المكلف. ولكن الضريبة الافتراضية عن السنة الافتراضية ل 12 شهر كما ذكرنا سابقا هي عبارة عن 45,000 اللي هي ضريبة نحسبها ل 12 شهر، 45,000 ضرب 12 شهر على 16 شهر، نقسمها على 16 حتى نحسب الضريبة. ضرب 12 تقسيم 16 حتى نحسب الضريبة الافتراضية 12 شهر، أطلع عندي 33,000. و700 إذن هذه الضريبة بالنسبة للسنة الأولى. تلاحظون الضريبة الافتراضية على السنة الافتراضية 33,000، على السنة الأولى طلعت 33,000. إذن الفرق بين الضريبتين 33,750 ناقصا 33,000، إذن الفرق كان يساوي 750. الفرق 750 فرق ما بين الضريبتين، الضريبة الافتراضية والضريبة المسددة. وبالتالي الضريبة نلاحظ عن السنة الأولى لو ضربنا في غرامة التأخير 10% اللي هي 3,300 حسب النظام، 33,000 في 10% 3,300، الفرق 750، أي أن لم يزيد عن 3,300 فارق، وبالتالي لا يتوجب عليه غرامة حسب النظام، لا يتوجب عليه غرامة حسب النظام عند المقارنة، لأن نحسب الغرامة كيف تحسب 10%، نحسب الفرق ما بين الضريبة المستحقة والضريبة الافتراضية. إذا كان الفرق أكبر من الضريبة المستحقة على السنة الأولى في 10% لا يجد عليه غرامة، أما إذا كان الفرق أكبر من الضريبة الافتراضية، يعني لو كانت الفرق هنا 750 أكبر من 3,300 10% يكون هناك غرامة ويتم احتساب غرامات التأخير حسب مدة العقد. واضح هذا السؤال؟ يعني إذا جاء السؤال في الاختبار هيأتي أكثر من خيار عليه، يعني أكثر من خيار، يعني مثلا أرباح الفترة الطويلة كم، الضريبة الافتراضية كم، الضريبة المسددة اللي هي على السنة الفعلية كم، أو غرامة التأخير إذا كان في غرامة التأخير، يعني سيأتي متعدد عليه أكثر من سؤال حتى نحسب. ولكن الخطوات واضحة، أول شيء نحسب فترة السنة، ثم نحسب الضريبة الافتراضية، وكذلك نقارن حتى نحسب إذا كان هناك في غرامة تأخير أم لا.
أيضا ناخذ سؤال آخر. كم سؤال عملي؟ والله يعني ما تقريبا ما يمكن نص بالنص، يعني 40% 60% 50 50، يعني يعني لازم نضع نظري ونضع عملي، يعني حتى العملي لأنه قد يأخذ وقت كبير، وبالتالي نحاول نوازي بين العملي والنظري حتى وقت الاختبار يكون. حدودية الاختبارات أنتم متى موعد الاختبارات؟ هل تم تحديدها؟ متى موعد الاختبارات؟ متى تبدأ الاختبارات النهائية؟ متى تبدأ الاختبارات النهائية حسب التقويم؟ إذا كان 15 ديسمبر 15 12 حضوري طبعا الاختبارات، صح؟ ستكون حضورية. ممتاز. إذا الزكاة في 15 ديسمبر. إي فحيكون يعني كذا وكذا، يعني في بعض الأشياء يعني المطلوبة. أيضا شركة أبو طويل الأجنبية تعمل في مجال المقاولات وتستخدم أساس الاستحقاق في معالجة العمليات المالية وتمسك حسابات منتظمة، وقد وقعت الشركة خلال العام المالي 2015 العقد الإنشائي التالي، تاريخ العقد 1/7/2015، التكاليف الفعلية 5 مليون عفوا، مدة العقد 3 سنوات، أيضا التكاليف المقدرة للسنة الثانية 6 مليون، قيمة العقد 20 مليون، التكاليف المقدرة للسنة الثالثة 5 مليون. المطلوب تحديد الإيرادات التي يجب أن تصرح بها الشركة ضمن إيراداتها عند محاسبتها ضريبيا عن العام المنتهي. طبعا هنا يتم تحديد إيرادات العقد حسب طريقة نسبة الإنجاز. حسب طريقة نسبة الإنجاز. فإيراد السنة الأولى اللي هو عبارة عن تكاليف السنة الأولى ضرب قيمة كامل العقد على إجمالي التكاليف، يعني السنة الأولى التكاليف 5 مليون ضرب 20 مليون قيمة العقد تقسيم إجمالي التكاليف، وهي 5 مليون زائد 6 مليون زائد 5 مليون. إذن إيرادات السنة الأولى تساوي 6 مليون و250 ألف، فالربح المحقق طبعا إجمالي الربح على إجمالي التكاليف ضرب التكاليف السنة. فكما ذكرنا قيمة العقد ناقص إجمالي التكاليف، قيمة العقد 20 مليون ناقص إجمالي التكاليف كان 16 مليون اللي هي 5 زائد 6 زائد 5 و يساوي 4 مليون. الربح المحقق في السنة الأولى 4 مليون على 16 مليون اللي هي مجموع التكاليف السنوات في 5 مليون اللي تساوي القيمة وتساوي 1,250,000، هذا الربح المحقق يتم احتسابه حسب نسبة الإنجاز من خلال التكاليف الفعلية والتكاليف الإجمالية قيمة العقد والتكاليف الإجمالية للعقد.
إذن إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي لقائي بكم لهذا اليوم، إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله، لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.